بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ إن شاء الله اليوم بشابتر 2، وفي هذا الشابتر نتكلم عن قطعة أخرى ونتكلم عن شنو الفكرة بها بالإضافة إلى حل التمارين إن شاء الله. القطعة مثل ما نشوفها بالكتاب A Young Woman Changing the World، فتيات أو نساء صغيرات أو شابات يغيرن العالم، يغيرن العالم. طيب نبدأ بالقطعة، نقراها بالبداية ونشوف شنو المقصود بهذه القطعة. نجي على الباراجراف الأول. A young woman changing the world. The following article، المقالة التالية، is from the website Take Part، من موقع اسمه Take Part. هاي المقالة. This website gathers news, photos, and videos about today's issues. وهذا الموقع يتكلم عن قضايا يعني خلينا نقول عليها يومية، قضايا يومية أو حالية، يعني آنية، قضايا آنية، قضايا حديثة. And suggest actions people can take to make a difference. ويقترح لنا أناس استطاعوا أو يستطيعوا أن يغيروا، أن يصنعوا اختلافاً أو فرقاً كبيراً. The website also provides stories of people، بالإضافة إلى أن الموقع يزود أو يعطينا أو يسرد لنا قصص الناس who are working for change locally، الناس الذين عملوا من أجل تغيير محلي أو تغيير دولي أو قومي وعالمي، محليا ووطنيا وعالميا. خلينا نكمل نشوف شنو المقصود بهذا. أول الفريق اللي موجود بهذه المقالة أو الفقرة الأولى اللي راح نتكلم عليها هو اسمه Socket Team، فريق Socket. طبعا احنا هنا بنقول Socket Team هو اسم Socket Team، يعني ما نقدر نترجمه للعربية لأن هو اسم، هذا اسمه Socket تيم. يعني هسه احنا شلون نقول، هسه احنا مثلا يعني شيء هو اسمه هذا كذلك، يعني شلون احنا نقول شيء اسمه كذلك، يعني شلون هسه مثلا احنا نقول مثلا كلمة الزكاة، يعني الزكاة يعني اكو بالانجليزي اكو charity، نقدر نعطي charity اللي هي الاحسان، بس الزكاة هي اسمها زكاة، من نريد نترجمها للانجليزي ما عندنا زكاة بالإنجليزي، لأن هي الزكاة هي أصلها من الإسلام، من العربي، فنكتبها الزكاة مثل ما هي. فالساكت هو اسمه ساكت، هو اسمه ساكت، راح نترجمه للعربية بفريق ساكت. أوكي، طبعاً هذا اسم الأشخاص اللي هم عملوا على هذا الفريق، عندهم لينا، جيسيكا، ومافيو، وجوليا، وإلى آخره. طيب، in most African countries, more than 90% of population lives without electricity. في معظم أو يعيشوا معظم الناس، يعيش أكثر من 90% من البلدان الأفريقية في بدون كهرباء. تعيش نقدر نترجمها تعيش أكثر من 90% من سكان الدول الأفريقية بلا كهرباء. And if you have been enough to be Africa، وإن كنت في أفريقيا أو زرت أفريقيا، you know that almost that many people play soccer whenever they get a chance. ستعرف إن زرت أفريقيا ستعرف بأن الكثير من الناس يلعبون كرة القدم عندما تحين لهم الفرصة. But it takes for young women to realize that all energy being used on the field could use to power people homes. But it takes for a young، ولكن الأمر يعني بدأ بأن هنالك أربعة نساء استطاعت أو عرفت أن باستغلال الطاقة واستخدامها لإنتاج كهرباء
تفيد المنازل في ذلك في تلك المنطقة. The magic soccer ball created by Harvard student Jessica Lena, Jessica Matthews. هذول الأسماء اللي ذكرناهم بداية المقال. هذول الأسماء انسموا أو سووا شيء اسمه beautiful its simplicity the socket. The socket captures energy. طبعا هاي يعني كرة عجيبة غريبة. صنعوها from kick, dribble and throw the stars for it later views. يعني هي عبارة عن كرة قدم يلعبون بها ومن يلعبون من عندها تنتج طاقة. Kids can play game. يمكن للأطفال اللعب. Then bring the ball home and charge and lead lamp. يمكن تمكن الأطفال من اللعب ثم جلبها إلى المنزل ويمكن شحن أو إعطاء طاقة توليد طاقة اللدات اللي هي عن الأضوية والتليفونات أو الباتريات. Then no longer you need to use unhealthy and expensive kerosene lamps or lamps will walk 3 hours to charge their cell phones. فيقول انه احنا ما نحتاج انه احنا يعني نعاني بهذه المشكله لانه طيب. فالموضوع راح يكون اسهل بما ان هم قدروا انه يكونون كره وهاي الكره يلعبون بها الاطفال وبعد ما يلعبون بها يعني يقدرون ياخذونها الى المنزل وتفيدهم بشحن التليفونات او الاضويه او الى ذلك. طيب طبعا use unhealthy and expensive يعني احنا بهيك حاله ما راح نحتاج انه نستخدم اشياء غير صحيه. طبعا اشياء غير صحيه مثلا الغاز او الكهرباء لان يعني الكهرباء تعتبر اوكي صحيه بس يعني مثلا اشياء الاخرى حرق او الغاز او الى اخره فهذا الشيء يعتبر غير صحي اما هذا فيعتبر صحي وبنفس الوقت هو رخيص يعني ما راح يكلف شيء يعني هم جاء اطفال يلعبون وبعدها راح نستفاد من عندهم باخذ طاقه. طيب and down the line founder hope the socket will move beyond singular family homes to power hospitals and schools. طبعا بالمستقبل يتمنون أن هذه الكرات يطورونها وتقدر مثلا يسوون فد آلية أنه تقدر أنه حتى يعني يولدون طاقة ممكن تكفي للمدارس أو طبعا أكيد أشياء بسيطة خلينا نقول لي أضوية أو شغلات بسيطة من خلال هاي الطاقة. العلم تطور ممكن كل شيء يسوون من خلال كرة قدم يحققون أشياء ما حد يتخيلها. But think of the immediate impact the ball can have on individual kids. Money is saved. Families can afford to send their children to school. Child labor decreases and better world emerges. طيب. يعني هي فرق كرة صغيرة هاي ممكن توفر مال ممكن تكلف يعني تفيد الناس وممكن أيضا يعني تخفض عمالة الأطفال وتبين وتظهر للعالم إنه بشكل أفضل. طيب عندنا كذلك فريق آخر وهو اسمه الكارمينا مانسينيون كارمينا مانسيرمان هذا هو اسم الفريق. خلينا نشوف شنو المقصود بهذا الفريق. طيب نبدأ منه. Through a stitch tomorrow, يفلد a microphonian. في شخص يعمل في ال stitch tomorrow. خلينا نشوف شنو هاي الفكرة بها. هي مبادرة طبعا. نشوف شنو فكرتها. في الفلبين وفي اندونيسيا. هاي المبادرة. طيب. ان فلبينز اند اندونيسيا. كارمينا مانسينيون فتاة اسمها كارمينا مانسينيون عمرها 16 سنة من طوكيو من اليابان and he is
powering underprivileged girls by being them create fashion lines out of these second hand materials. هذه الفتاة التي تبلغ من العمر 16 عاما وهي جاءت من اليابان واستطاعت بتمكين الفتيات المحرومات أو الفقيرات بمساعدة هذه الفتيات على عمل خاص وهو إنشاء أزياء وأعمال موضة من خلال المواد البسيطة أو المواد المستخدمة. Stitch Tomorrow هذا هو اسم Stitch Tomorrow، يعني اسمه شلون احنا نقول عليه فريق، شلون احنا نقول عليه مثلا أطباء بلا حدود. أطباء بلا حدود هذا اسم اسم اسم، يعني شلون هسه واحد اسمه صلاح، انا هسه مثلا نقول فلاح، واحد اسمه فالح، فالح بالانجليزي فارمر بس هو اسمه فالح، احنا بنترجمه خلاص ما نكتب فارمر، لا راح نكتب فلاح. شلون هسه قبل شويه من قلت يعني نترجم الاسم مثل ما هو، لان هو اسمها هاي اسم اسمه Stitch Tomorrow، اسمه اسم المنظمة. طيب Stitch Tomorrow provides fashion and business education. قامت منظمة أو مبادرة Stitch Tomorrow بتزويد الموضة وأعمال التربية والتدريب عفوا capital to help the girls turn their clothing design ideas into reality. تمكنت هذا هي المبادرة من تعليم وتدريب وإعطاء أموال لمساعدة الفتيات في بدء عملهم لتحويل الأفكار أفكار التصميم إلى واقع، إلى حقيقة الواقع، إلى أمر الواقع. طيب experts are on hand to help young. ويعمل الخبراء على مساعدة الشبان أو الفتيات الصغيرات هنا to their concept create partnership find sponsors، ويجدون لهم ممولين ويساعدونهم بكل أمور اللي يحتاجونها حتى يبدأون عملهم. ويعني هذا الشيء موجود، يعني أعتقد حتى عندنا بالعراق أنا حسب ما أذكر، يعني إذا لم تخن الذاكرة التعبير، أذكر مرة من المرات أنه صارت منظمة اسمها منظمة الإغاثة. هاي المنظمة تساعد الناس ببدء عمل، فمثلا يقولوا لهم تسوون سوبر ماركت، خلال السوبر ماركت يأخذونهم يدربونهم على السوبر ماركت، لازم شلون تبيع شلون تحسب، سووا لهم هذا المحل، يجيبوا لهم بضاعة، يجيبوا لهم ثلاجة وبنكة ومبردة وهذه الأمور كلها، خلال 6 أشهر يبقون فاتحين وهم يتابعونهم إلى أن ينجحون بعملهم. أو مثلا مكتبة يجيبوا لهم على سبيل المثال يعني لابتوبات ومطابع إلى أن يساعدونهم بهذا الشيء. طيب this year هذه السنة Mansinian brought her idea for a Stitch Tomorrow to the World Economic to in Davos Switzerland. As youngest participant she shared her hope for using fashion to bridge the gap between privileged and unprivileged youth around the world. طبعا احنا قلنا مانسيان هاي الفتاة اللي عمرها 16 سنة فكرتها هذه اقترحت الفكرة على منتدى الاقتصاد العالمي في سويسرا، هذا يعني منتدى او موقع يعني مثل المنظمة أو إلى آخره، اسمه المنتدى الاقتصادي العالمي The World Economic في مدينة دافوس في سويسرا. وهذه الفتاة اللي هي يابانية كانت أصغر مشاركة، شاركت أملها شاركت يعني وكانت تشارك بحب وأمل لساعدة الناس الشباب والبنات المتميزات والمحرومات حول العالم. هذا هو الفريق الثاني.
ننتقل الآن إلى الفريق الثالث. طيب ستيفياني كوهين، خلينا نشوف من هذا أو من هي ستيفياني كوهين، ما نعرف هل هي ولد أم بنت. طيب In the second grade, Steviani Cohen read an article about a baby manatee injured by boats, probably as it came up for air, an accident that claimed the lives for many manatees every year. طيب Steviani قرأت، إذن هي فتاة قرأت مقالا عن خروف البحر الرضيع الصغير، وهذا الخروف قد أصيب بمروحة من قارب أثناء تعرضه للهواء، صار حادث إلى that claims to live many every year. فهي خافت أو خافت على هذا النوع من الخراف المهدد بالانقراض، وكتبت هذه المقالة عن ذلك الأمر. خلينا نشوف شنو المقصود بهذه المقالة. From that day forward, Cohen dedicated herself to raising awareness to in her school and community about manatees, manatees. Eventually, starting foundation called Kids Make Difference. The organization brings itself together to found the Rise for the Prevention of Wildlife and inspires the volunteers to help animals around the world. بدأت هذه الامرأة أو الفتاة اللي هي اسمها كوهين وكرست نفسها لرفع مستوى الوعي في المجتمع حول الخراف. خلينا نشوف هذا النوع من الحيوانات اللي هي خلينا نقول بدء ساعدتهم بحياة أفضل، وعملت منظمة سمت المنظمة Kids Make Difference، الأطفال يصنعون أو يعملون أو خلينا نقول يصنعون فارقا، الأطفال يصنعون فارقا. أعتقد أكو اسم أحلى من هذا بس ما يحضرني، وعادي نقدر نقول Kids Make Difference، تسميها مثل ما هي عادي يصير لأن هو اسم. وهذه المنظمة عملت على جلب ناس متطوعين مع بعضهم لبعض وحتى يساعدون الحيوانات فيما هذه الحيوانات التي تكون في مشكلة أو في مأزق. خلينا نكمل ناجي على ناخذ الى ماجي دوين، نشوف من هذا ماجي دوين. اوكي الفقر حول العالم، الفقر العالمي او الفقر حول العالم. Trekking through the Himalayas after high school, ماجي دايوين met hundreds of orphaned and poverty stricken Nepalese children. They stick with her upon returning to her home to Mount Helm, a New Jersey. She asked her to community to help her build a safe and loving camp for their children. طيب في رحلة عبر جبال الهملايا التقت الآنسة والسيدة ماجي بالكثير من الأطفال النيباليين الأيتام والفقراء، وكان هؤلاء الأطفال قد تمسكوا بها عند عودتها إلى مندهام. فهذه المرأة قالت بأنه إحنا نحتاج نبني بيت لهذول الناس ونساعدهم هؤلاء الأطفال. أوكي. To Dainese surprised her Nepal support supported the idea. With her help, Dion, the local Nepalese community that built a couple of violent children home that provides young orphans treat children and then higher and abused children with an education, healthcare, and loving places to grow up. طيب
اندهشت هذه المرأة لأن جيرانها ساعدوها وشجعوها بهاي الفكرة، لذلك قامت ببناء يعني منزل أو مثل خلينا نقول مثل دار، وخلت بي يعني وفرت لهذا المكان من يدرس ويعلم وحماية وإلى آخره، مكان حتى ينمون به. طبعا هذا أيضا قصة أخرى. وفي هذا اليوم today there are في هذا اليوم هنالك أكثر من 25 طفل يعيشون، و60 طفل انضموا إلى المدارس. The young women prove that no matter how young you are, if you are passionate about cause to take action, you are old enough to make a difference. إحنا قصتنا من البداية هي تحكي عن الفتيات، يعني خلاص الموضوع فقط فتيات، ماكو يعني النساء استطاعت أن تغير أو تنتج شيء عظيما. فهذه المرأة خلت الناس طب مدارس وإلى آخره من هذه القصص اللي أخذناها. الآن عندنا بعض المرادفات المهمة word to remember. عندنا capital معناها principle or money. عندنا foundation, organization, impact, effect. ترى هذين كلتهن احنا راح ناخذهن بالكتاب. عندنا كلمة initiative اللي هي معناها action أو beginning اللي هي مبادرة معناها، أو يبادر. issue قضية، reality حقيقة، resources معناها رأس أعمال، رأس مال. simplicity بساطة، abuse إساءة استخدام. create يصنع، difference distinction اختلاف. emerge يعني برز أو انبثق. realize يدرك، suggest يقترح. support يدعم. immediate current حالي. عندنا individual وsingle مفرد، local native. بالإضافة إلى أنه catch. وعندنا store save و decrease معناها reduce يقلل أو يخفض. أيضا عندنا هذه الكلمات الأخرى downline lighter، second hand materials، material used before يعني مواد مستخدمة، bridge the gap معناها يقلل الفرق، supply donate يتبرع، eventually finally، community society، preservation اللي هي protection حماية، career job charge اللي هي معناها accusation اتهام، downline later أو future. طبعا هذه الكلمات كلها موجودة بالكتاب. micro نعم مثلا a program provides slums people to live for it using to start their own business، مبادرة التمويل للأطفال. second hand materials مواد مستخدمة ذكرنا، capital وbridge the gap قلنا يقلل الفرق. طبعا بالنسبة للأسئلة اللي موجودة عندنا in the book we will read and we will answer the questions. the question number one: which of these sentences best expresses the main idea of the article؟ طبعا هو يعني يريد وصف للقصة. الحل موجود عندنا طبعا بالملزمة، يقول الحل الصحيح بي. احنا هم راح نقرأ لان مرات الفكرة تصير بعيدة، احنا نختارها وفقا لما احنا نريد. مرات بعض الاساتذة يقول لك لا انا ما اريد هذا الحل. طبعا الجواب يقول young people can make difference in the world، صح الفتيات يمكن. طيب ممكن يكون الجواب there are many differences way to change the world. يعني أنا أتوقع الجواب الصحيح بي هو الأدق. ممكن أساتذة يقول لك لا أريد غيره، يعني فهو البي هو الصحيح. يعني في لاين 16 في السطر 16 الكلمة it كانت تشير لمن؟ طبعا الجواب يقول بي، الجواب يكون للإنرجي. نعم كان هو يقصد بها الإنرجي. أي الجمل التالية وصفت لنا الساكت؟ طبعا الساكت ذكرنا بأنه الكرة اللي قام هذا الفريق بإنشائها، وهذه الكرة تنتج كهرباء.
لتوليد الطاقة الكهربائية أو لتوليد الإضاءة وما إلى ذلك. طبعا الجواب هو قائل أي الإجابة الصحيحة الغير صحيحة it save people time, it can provide electricity, it can save money, it used in the hospital. يعني هو جواب it can save people time ما حاشي عن الوقت يعني, فهو الأي جواب الصحيح وما قائل عن الوقت شيء يعني ما ذاكر عن الوقت شيء. رقم أربعة يقول Stitch Tomorrow Help, فريق هذا اللي اسمه Stitch Tomorrow Young Women استطاع أن بدأ الفتيات بعملهم الخاص, هذا هو الجواب الصحيح. أما رقم خمسة فيقول فريق Maggie Dawned and the Crimean dedicated herself to helping, الجواب الصحيح هو B help animals, نعم استطاعوا أو أحبوا مساعدة الحيوانات. طيب نجي هنا عندنا vocabulary and use context, هنا توقع المعنى يريد من عندنا. The socket capture energy from kick and stores it later for, يقول كلمة stores معناها هنا هو الجواب الصحيح فرع B نقطة B اللي هي معناها الهولدز, معناها هولدز. طيب ثانيا الامباكت, يقول الامباكت شنو معنى امباكت, اكيد هو D اللي هو يؤثر تأثير effect. قال on hand experts on hand اللي هي جوابها الاي الان available on hand, يعني احنا نقول على بليد يعني والله هذا الموجود بيدي يعني هذا اللي عندي هيك مقصود به هذا المتوفر يعني. بعد ايش عندنا رقم ثلاثة, رقم أربعة قايل لي بي هو foundation, هاي اصلا أنا قبل شوي ذكرتها بالملزمة بين الفاونديشن هي organization. سؤال هنا يقول اعمل مع انت وزميلك consider the issue work with a partner to ask to answer this. هنا ذكرنا هاي الأسئلة جوابها خاص يعني خاص بالشخص نفسه. نقرأ in what ways are the young people in this article similar and what are the difference, بيش هم متعاونين يعني ممكن نقول هم متشابهين بأنهن فتيات, ثانيا هن يحبن العمل التطوعي, هاي اثنين هذا ذن متشابهات. يحاول أن يغير العالم للأفضل, بيش مختلفات بالطريقة, وحدة في أفريقيا وحدة ساعدت الحيوانات, هذا هو الاختلاف يعني يجي بشكل عام. ممكن كل واحد ينطي رأيه الخاص. Which of these people do you find the most inspiring and why? من هو أكثر الناس تجده ملهما؟ هذا الموضوع أيضا شخصي. أنا برأيي الشخصي I will give my opinion. I think the socket is the best one. أعتقد بأنه الكرة هي الأفضل. شيء اختراع جميل جدا وحلو. ويعني جميل برأيي الشخصي. الموضوع يبقى حسب الشخص. Consider the four issues that this article. Which one do you find the most strongly? Why are the similar to deal with this issue? أعطينا رأيك بهذه وأي فريق عجبك أكثر, مو اختراع فريق كامل. أذكرنا وحكينا عنه وهذا الموضوع ذكرنا يعني مجرد تتكلم عن الفريق. نجي هسه إلى موضوع هذا مهم وهو suffixes. طبعا من أقول suffixes يعني لواحق. شين يعني لواحق؟ suffixes معناها اللواحق النهائية. زين شين يعني لواحق نهائية؟ الإضافات التي تضاف إلى نهاية الكلمة لكي تعطي معنى معين. وهذا الشيء أيضا موجود عندنا باللغة العربية. معقولة؟ نعم موجود عندنا باللغة العربية. هسه مثلا أجي على كلمة education, هذه أي كلمة منتهية بشين هي اسم. عندنا IVE أي كلمة منتهية بIV هاي صفة تعطينا صفة,
وهو لواحق طبعا كثيرة عندنا، عندنا أيضا لواحق تعطينا فعل، أكو لواحق تعطينا ظرف. زين، معقول هذا الشيء موجود عندنا باللغة العربية؟ نعم موجود عندنا هذا الشيء اللغة العربية. نأخذ عليه مثال، الآن إحنا باللغة العربية لو ردنا نتكلم وقلنا باللغة العربية مدرسات، مدرسات، معلمات، طبيبات، رسامات. طيب، مدرسات، معلمات، طبيبات، رسامات. إذن إحنا عدنا لاحقة وهي الأوتي، هل إلها معنى؟ نعم إلها معنى. شنو معناها؟ معناها للتأنيث، جمع المؤنث. إذن هاي لاحقة، مثل إحنا عدنا مدرس، مدرسات، معلمات، طبيبات، رسامات، إذن هذه لاحقة موجودة عدنا باللغة العربية. كذلك كذلك إحنا عدنا education، هذه لاحقة IV. إذن هنا الأوتي إلها معنى، وين ما نلقاها معناها للمؤنث. عندنا الواو والنون، مثلا مزارعون، كاتبون، مهندسون. إذن الواو والنون هي لاحقة وإلها معنى، تعطينا معنى الجمع، وين ما ألقاها أقول هاي اسم هاي جمع. كذلك هذا الحجم موجود عندي باللغة الإنجليزية، من أقول education، education الشن هنا تنطي معنى الاسم، من أقول IVE تنطي معنى الصفة. أنا هسه من أقول على سبيل المثال مدرسة، لاعبة، كاتبة، إذن الآ اللي بالأخير تنطيني معنى المؤنث. كذلك باللغة الإنجليزية. فهنا طبعا بهذا التمرين يريد من عندي لواحق ثابتة، مثلا electricity، business، يعني لواحق بالأخير تنتهي بكذا إذا، فهذا هو الحل. simplicity، community، reality، يعني هذا الموضوع capability، هذا الموضوع عادي، يعني منين ما نجيب. عندنا أي يريد من عندنا إضافة تنتهي بنس، awareness، foundation، هاي اللواحق اللي عندنا معطينا عليها أمثلة، والأمثلة كثيرة جدا، وهاي الحل قدامكم، قدامنا مثل ما نشوف. نشوف بعد ايش عندنا. هنا عندنا فراغات يريدنا نكملها، مثلا عندنا بالبي يقول choose a word، يريد كلمات هنا نختار من هذني. مثلا رقم بي اولا قال as the words increase، طالما increase، من هو الذي يزداد؟ من الذي يزداد؟ الذي يزداد هو population، الشعب، الشعوب تزداد، population. اذا هنا خلينا population. ثانيا it is not easy to take، ليس من السهل أخذ، take action، to take action when you see a problem، ليس من السهل حل مشكلة أو to take action، يعني take action هذه تجي سوية، to take to see a problem، يعني ليس من السهل حل مشكلة في البداية أو في بداية الأمر. ثلاثة It is hard to say، من الصعب أن نقول، what is the most، ما هو أكثر beautiful place، أكثر مكان جميل. أربعة if you فراغ، أربعة if you awareness، إذا كنت واعي أو فاهم. ستة خمسة دقيقة أربعة if the simplicity، إذا كانت البسيطة مهمة لك، is important to you. إذن الخمسة simplicity بسيطة، أربعة simplicity، خمسة، إذن أربعة simplicity، خمسة there has to be an of problem before it can be solved. خمسة إذن there has to be، يجب أن يكون خمسة awarenesses، ويجب أن يكون هنالك وعي وفهم قبل الخوض بحل مشكلة معينة. ستة learning التعليم education، تربية، متشابهات يعني.
in the future في المستقبل الناس يستخدمون يحبون أن يستخدمونه. شو يحبوا يستخدمون؟ الكهرباء electricity حتى يشغلون سيارات مالتهم. If you want to be professor, إذا أردت أن تكون أستاذا, you will have to take hard to make your dream become reality. إذن 8 راح تكون reality. reality طبعا موجودة وينها؟ reality هنا موجودة ويا ذني. طيب بعد إيش عدنا بالله؟ طيب هنا عدنا, هنا عدنا موضوع اسمه اللي هو الانفيرنس. الانفيرنس اللي هو شلون احنا نقول عليه التأمل, عفوا التخمين او التوقع. يعني شلون من يقول your friend is crying, صديقك يبكي. طيب بما انه يبكي اذا شو اللي صار؟ واحدة من الاثنين, يا اما he's very sad, هو حزين طيب, أو هو تلقى أخبارا سيئة. Your friend now is in the hospital, صديقك في المستشفى. إذن يا أما هو مو بزين, أو يا أما هو حصل على حادثة, يا أما وضعه مو زين. طبعا وضعه مو زين يعني يا أما مريض أو أحد من أهله مريض, هذا يعتبر وضعه مو زين, أو أنه هو يعني he had an accident. احنا شلون نقول اذا واحد تعرض لحادثه؟ هي هاد فريند ان اكسيدنت, يور فريند هاد ان اكسيدنت, تعرض لحادث. طيب هذا هو المقصود, يعني التوقع. عندنا رقم انلايز, هذا هنا ايضا توقع. يو كان انفير ذات سوكر از نوت اور ازنت فيري popular in Africa. تتوقع بأنه السوكر هي منتشرة لو غير منتشرة بأفريقيا؟ طبعا is منتشرة هي بأفريقيا, منتشرة جدا في منتشرة جدا بأفريقيا. ليش؟ لأن 90% من الناس ما يستخدمون الكهرباء, فهم أكيد راح يروحون على توقع هذا الشيء, تخمين يعني. ثانياً قال you can infer that lead lamp is expensive لو healthier. lead lamp طبعاً هي صحية, healthier اللدات اللي هي الأضوية يعني أحسن من النفط وإلى آخره. آخر شيء you can infer, يمكنك أن تتوقع بأن ستيفني كوهين, هذا ستيفني هذه الفتاة هي passionate person, طموحة, سانة طموحة. ليش؟ لأن هي حققت شيء بحياتها, نكمل هاي اللي هي sub article, يعني جزء من قصة وقطعة صغيرة. عندنا أيضا قصة أخرى, خلينا نشوف هذا الملهم أو هذا الشخص اللي راح يسوينا فيت إنجاز عظيم. دائما العناوين الصحف أو المقالات أو المخبار يعني من تقراها وحدها ما تفهم كل شيء من عندها. يعني هسه احنا بنقرا تشين شو تشو, a Taiwanese vegetable seller inspired other with generous donation to charity, ما نفهم شيء من عندها. العناوين دائما العناوين it is difficult to understand. طيب شو نعمل؟ نقرا النص وراح نفهم العنوان. Over her lifetime, خلال حياتها, Chin Chu Chu, a Taiwanese woman, امرأة تايوانية من تايوان, who makes a modest living selling vegetables, تبيع خضروات بطريقة حديثة, has donated over, بعد أكثر من مليون, أكثر من مليون, 10 مليون للمنظمات الخيرية, وما يقابل ما يقارب 300,000 دولار, يعني 3 دفاتر إحنا عندنا بالعراقي. Then accumulated a money, the money walking along, ويعني
استطاعت هذه المرأة بعمل 18 ساعة باليوم. And in the local market and living for Gwali. خلينا نشوف نقرأ ونفتهم أكثر. For her amazing contribution, لمساهماتها الرائعة to local libraries and orphanage اللي هم الفقراء والأيتام. Time magazine named Chin one of the most influential people, أكثر الناس المؤثرين بالعالم. في سنة 2010 قامت هذه المجلة بإعطائها أنها الأفضل بالعالم تأثيرا. طيب طيب خلينا نشوف خلينا نشوف نكمل. Now AFP reports, منظمات تقارير الـ EFP, الـ EFP, Chin's generous living has set of nationwide trend and encouraging other of small means to donate to the charity. يعني هي أن هاي المرأة قامت بخلينا نقول بمساعدة النساء أو مساعدة الآخرين لتشجيعهم بقيام بأعمال خيرية أو منظمات خيرية أخرى ألهمتهم يعني. طيب though they may not to be rich they tiny but presented peer scented a small donation may come as a great help to some people said Hai Fang a United World. وقال هذا الشخص أو أضاف قائلا أو عبر هذا الشخص عن امتنانه لهذه المرأة وقال قد لا يكون عملها جدا كبير أو قد لم أو قد لم تكون لم تكن هي قصتها أنها كانت غنية أو ما إلى ذلك إلا أنها استطاعت أن تنجز إنجاز كبير جدا. زين. الله أكبر الله أكبر. طيب هنا شنو عندنا؟ هنا يقول what does the article is say about Chin Shuchu that are the fact. ما شنو اللي قالته هاي المنظمة؟ طبعا حكت عنها بأنها she doesn't earn a lot of money. هي ما حصلت وايد. بس ساعدت هواي ناس ساعدت هواي ناس انها كانت كريمة كريمة يعني. She had given money to the orphan and lepers. استطاعت ان تعطي الاموال للفقرة. طبعا هنا نقدر نقول عليها she is kind حنونة. اعتبرتها المرأة المنظمة بأنها الأفضل في العالم أكثر شخص مؤثرة. حقيقة هي تستحق هذا الشيء أو هذا الهدف. طيب هذه الكلمات طبعا لازم نحفظها كلش مهمات لأن الجو أيضا مهمات. هنا هذا الكتابة المقالة المقالة قال a version without action is daydream, action without a version is nightmare. أكو مثل يقول الرؤية بلا حدث أو بلا خلينا نقول الأفكار بلا عمل هي لا شيء. يعني هي عبارة عن أحلام بس لا أكثر ولا أقل. زين هذا الحكي وهاي السوالف يعني يقول تناقش بيها discussing تناقش بيها انت انت وزملائك في الصف. think of someone who is فكر بشخص هو ملهم واكتب عنه.
يعني نريد من عندنا شخص ملهم يساعد الآخرين بشيء معين ونكتب عنه مقال. يعني خلينا نقول شخص يعني تساعد الناس بالكثير من الأمور، نكتب عنه هذا المقال. طبعا هذين الكلمات ذكرنا كلش مهمة ونحفظهم، نسيطر عليهم، وبالأخير يعني احنا ونبقى كلتنا متعلمين، ممكن أن ننسى ونخطأ ونصيب، وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ممكن هاي الكلمات صعبة، الواحد لازم يقراها، حتى لفظها شوية صعب، لأن حتى هي كلمات صعبة، حتى كلمات وأسماء مو إنجليزية أصلاً، هاي أسماء كورية، شين شين، هاي الكلمات هاي يعني صعبة. فالواحد يقرأ الذن، ذن الملخص، هذن كلش مهمات، ذن كلش مهمات، وأنا أصلاً قرأتهن وقرأتهن بالملزمة. هذا كل ما موجود بالنسبة لي اليونت الشابتر الثاني، كلش مهم أن نقرأ هاي الكلمات.